وسهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ اماكم هانيه. فيديو جديد معكم اليوم ان شاء الله بحول الله. اليوم فينال ديال الفطور، المهم كانوا عندنا شي ضيوف غاديين عليهم. ايوا قلت علاش لا ما نشاركش معكم هاد مائده افطار متنوعه، وخاصة الفطور طلع فاص بيني وبينكم. يوميا نفس الروتين. ايوا ما بقى والو، غدا العيد ان شاء الله بحول الله. عيد مبارك سعيد عليكم وعلى الامه الاسلاميه اجمعين. هنايا البنات غادا ندير بسطيله. بسطيله دي ما كنشارك معكم بطبيعه الحال ديال الحوت. هي بالنسبه اللي ما كتعرفش مونطيها، خديت الطاوله اللي عندي فيها بسطيله، درت فيها 5 ديال الورقات هكذا، وحده الوسط صافي. بالنسبه للبسطيله هذا هي الحوت 100% حوت، كلها شامبينيون نوار و الشامبينيون معلب والكورنيشون. المهم جات مالحه وحامضه وفيها واحد المذاق، يا سلام. جات كاع الناس اللي كانوا عندنا والله الا حمقاتهم وعجباتهم. صافي كنحط هذيك الحشوه، كندير فرماج غابي يعني فرماج من الوسط، كنزيد عاوتاني الحشوه الطبقه الثانيه، كندير عاوتاني الفرماج، كنمشي على الطاقه حتى كنساليها كامله وكنبدا نسدها. هنايا غادي نبدا نسدها، وكندهنها بالزبده والزيت، حاطه حدايا زلافه فيها الزبده والزيت. ما شتيوش على التصوان، معاها هاست ليا السبوع. ايوا عطيها البنت اختي كتصواني وكتبقى تزعزع هكدا بالتليفون. صافي هنايا غادي نبدا نلمطها. دارت الورقه الاولى كيف ما كتشوفوا، كنطوي لتحت وغادي نصبها على الطريقه، وفي الاخير غادي هذا فاش نبغي نطيبها غادي نتقبها بواحد الكيردون وندخلها الفان باش ما تعتقش في الطياب. وجات كبيره تبارك الله على قد الطاوه. هنايا غادي ندير واحد الكيك بالسيترون، كتجي رائعه في المذاق وزوينه والمذاق ولا اروع. عندي كاس ديال الحامض، هذا عصا ديال الحامض، عندي 3 ديال الحامضات محكوكين في هذيك الحكاكه رقيقه، كاس لاو ديال الزيت، 5 ديال البيضات، وحده زهرات البرتقال، جوج خمات ونص كاسونس ديال السنيد. صافا البنات هنايا غادي نخلط الكيك. هذا الكيك جا زوين وتبارك الله، حجم عائلي والله الا كلينا فيها وشاط الخير. صافي هنايا درت 5 ديال البيضات، نزيد عليهم كاسونس ديال السنيده لانه فيها السيترون، وعارفين يعني السيترون حامض، نزيد كاسونس ديال السنيده وواحد الزا زهرات البرتقال، ونخدمهم كاملين بهذا الباتور هذا هكذا ديال الضو. ما عندكمش يمكن لكم تخدموه بالفوم، المهم انا نطلع البيض مزيان غادي نخدمه حتى يضاعف الحجم ديالو، عاد نزيد العناصر المتبقيه وهانتوما معايا. وبالنسبه للدقيق حسب الخليط، هادي ما كنقولها لكم جميع لي كيك يعني ميزاني، وهانتوما معايا. اللهم صل على النبي، صلوا على الهادي، ما يشفع في هاد العبد إلا محمد. سيدي وهي سيدي هنايا غادا ندير دي ميني بوغر. دارت الكفته، هادي كفته بكائيه، زدت عليها 4 المعالق ديال لا شابلور وواحد البيضه، وغادي نحك واحد شويه الكورنيشون، وغادي نخلط كاملين العناصر مع بعضياتهم، شويه الملح وشويه البزار بطبيعه الحال. هنايا عندي الكروفيت، من بعد ما غسلته وخليته يتسقطا مزيان، دارت له هذيك لا ماريناد. ديما كنشارك معكم هذا الطبق ديال الكروفيت. وهذه الكفته من بعد ما دارت لها هذيك التتبيله. هنايا الكيك كيطيب، هنايا اللي كيشعماتو نص بالدجاج ونص بالسوسيس، وهادو دي ميني بيتزا كانوا عندي في كونجيلاتور جبتهم، غادي تمن عمام بالطون ولا ما تبدش، المهم على حسب. هنايا لي ميني بوغر، عجنت العجينة، دارت منها لي بوغر ودارت منها البيتزا، عجنتها نهار قبل
ودابا هي جبت هذا العجين. يا لا الله يا لا الله دعوني مع انجلي يا لا الله يا لا الله نسرح في كل بستان. صافا البنات، شاركت معكم الحشوه ديال الدجاج اللي غادي نعمر بها. وهنايا درت شويه المايونيز وشويه ديال الكاتشب موطارد وشويه صويوس، وغادي نخلطهم مزيان تنحصل على واحد الصلصه بحال ديال لي تاكوس هذوك الصلصات بيكي وداكشي. وغادي ندهنها باللي بوغا ها هما حلاهم كيف ما كتشوفوا. من بعد ما طيبتهم خدا واحد الوين ذهبي دات لهم غير البيض من الفوق وشويه ديال الزنجلان. هذه هي الطوابله ديالنا، كتجي متنوعه. بيتزا تعمرتهم بالطونداج فوق منهم موتزاريلا وزيتون. لي ميني برجر دات الخس ومطيشه والكفته مستله. من بعد ما دخلت الفرن جات هائله. هادو لي نسيت سبحان الله شوني من بالي. هنايا قلينا شويه المعنى ليكيش، دات سيغا، دات البائوات، دات هادوك اللي نيم بخبز الطوست هادي ما ما كانش راكم معكم، لا دان في مي جونبون. ايوا الطبله ديالنا كتجي متنوعه، لي زاكسيسوار الطبله العصير، دانا جوج ديال العواصر، الكاكاو جهه صراحه، دات فوق منو صاصه ديال البرتقال، دات 4 معالق ديال مايزينا، وسمعهم واحد الكاس ميلونج ما بين الليمون والحامض. صافي وسنيده وخليتهم تعقد ودرتهم من الفوق. المهم هذه هي الطوابله ديالنا كتجي متنوعه. اللهم صل على النبي صلوا على الهادي. ايوا ايوا هنايا البنات دات لا سوب شينواز، هي فايته حاطه معكم في القناه بزاف ديال الوصفات ما عاودتش شاركتهم معكم. لا داعي انني نعاود نفس لا فيديو لان فايته حاطه مشاركتش معكم الوصفات اللي ما حطاهمش. ايوا انا غادي نفطر الحمد لله والشكر لله. اللهم ادي من نعمه وحفظه من الزواج. شويه ديال الطماش بكيه راكم عارفين. شوفوا البنات الكيك كي جات تبارك الله طالعه، وديك الصلصه جات زوينه صراحه يا سلام. هنايا ماما من بعد ما فطرنا وصلنا ما نجمعنا وشحال من حاجه دانا وشربنا كويس اتاي، صابت لينا الدجاج واحد جوج دجاجات حماتهم في الفرن ودات لهم الشاموله على حقه وطريقه ومعقه خاتهم لبيه تاهما حطاهم معكم في القناه. كيف ما كتشوفوا دات لنا واحد الصلاد ديال الجاده هكذا جات هي زوينه. هاد الخضره كامله مبخره صافي، ودات لها لا ماريناد مايونيز وداكشي وزوقاتها وديكوراسيون عادي كيف ما كتشوفوا. صافي هادي العشيوه ديالنا، غادي نتعشاو. هذا هو الدجاج جات هو كيشهي، دات له شويه الزيتون والبيض والحامض. كان هذا هو لا فيديو ديالنا، نتمنى لكم عواشه مباركه بالصحه والسلامه.